السلام عليكم، ازيك عزيز المشاهد؟ ان شاء الله تكون بخير كده وكويس. مبدئيا بس وانت بتتفرج على الفيديو كده اعمل لنا لايك، ولو اتكرمت انزل اعمل سبسكرايب للقناه عشان خلاص فاضل حاجات بسيطه جدا على ال 100,000. ونسيت اقول شكرا 82,000 مشترك. ندخل في الموضوع اللي عمل ازعاج لناس كتير جدا وعمل بلبله تقريبا في العالم كله، الا وهو مرض جدري القرود. ايه هو مرض جدري القرود؟ مبدئيا علشان تكون مطمن، المرض ده ما بيتنقلش من انسان لانسان، هو ممكن يتنقل من حيوان لانسان او من حيوان لحيوان تاني، لكن من بشر لبشر لا. والكلام ده علميا وهتلاقوا المصادر تحت الفيديو. جدري القرود كمان مرض نادر جدا ومش بيكون منتشر غير في الاماكن النائيه زي وسط افريقيا وغربها، في الاماكن اللي قريبه من الغابات الاستوائيه الممطره كتير. كمان للعلم مفيش لا علاج ولا لقاح لمكافحه مرض جدري القرود لحد دلوقتي، بس التطعيم ضد مرض الجدري العادي اثبت علميا كفاءه في الوقايه من مرض جدري القرود. وللعلم كمان القرد مظلوم جدا في الموضوع ده، لان رغم ان الاسم منسوب للقرود الا انها مش السبب اطلاقا في المرض. طب الاسم ده اتسمى كده ليه؟ سبب التسمية هو ان سنة 1985 تم اكتشاف فيروس مرض جدري القرود لاول مرة في الدنمارك في قرد في مختبر، ومن هنا جه الاسم. وعلميا اساس المرض ده جاي من القوارض اللي هي على رأسهم الفار والسنجاب وما شابه. وبس كده، ربنا يحفظنا جميعا يا رب. سيب بقى تعليق بدعوة حلوة كده من قلبك، وما تنساش اللايك وسبسكرايب للقناة لو تكرمت عشان خلاص فاضل تكة على 100,000. وما تحرمنيش وما تحرمش نفسك انك تكون من العيلة الصغيرة الجميلة دي اللي هي بالنسبة لي اكبر عيلة في الدنيا. سلام.